السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. واليوم جاتكم بفيديو جديد واخبار جديدة. وقبل ما ابدأ فيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة اذا معكم مشتركين، وتضغطوا زر لايك وتفعلوا زر الجرس، ونقول بسم الله ونبلش. بداية خبرنا الاول راح يكون عن اصالة نصري والاستضافة اللي استضافها هي برنامج السهرانين. راح نحكي لكم عن ابرز الحكي اللي حكيته بالاستضافة هاي واهمه. بداية قالت انه هي ناوية تدخل موسوعة جينيس بالشموع اللي بتحويها ببيتها واللي بتستخدمها كتير، وقالت انه عندها طاولة من الشمع بتحتوي على اغلى واجود انواع الشموع، وقالت انه تستخدم الشموع بأوقاتها الخاصة وحتى بأعدادها بالبيت، وما بتقدر بلا الشموع ببيتها. وقالت حتى بحب استخدمه لما بكون قاعدين أنا وولادي. وكمان قالت حتى الهدايا اللي بتجيني بحب أنها تكون شموع، وخاصة إذا كانت الشموع الغالية جدا. إنسانة مغرمة بالشموع، وعكتر ما عندها شموع ناوية تدخل فيهم موسوعة جينيس. وإن شاء الله إذا صاروا دخلت موسوعة جينيس رح تكون أول فنانة سورية تدخل موسوعة جينيس. وكمان بالمقابلة صرحت عن طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، ووصفت هذا الطلاق بألم الروح، وقالت انه كنت محتاجة كتير شغلات لحتى فضفض عن هالألم، كأصدقاء، كبثوث مباشرة، ككوتش، كأبناء، أصحاب، أصدقاء، حتى قالت انه كنت بحتاج لأخوي اللي كان مضج وكبر وحس انه صار رجال كبير، وفعلا كان لي سند، حسيته صار شخص مليء بالحنان. وقالت انه الألم اللي عشته مثل الرصاص او الخنجر بيسببه ألم ما بينتهي ابدا ولا بيروح. وكمان حكت عن شغلة تانية، شغلة منيحة عن بنتها. قالت انه عرسها قرب كتير، بس ما حددت هوية الشخص اللي رح يتزوج من بنتها، فقط قالت انه هو على خلق وانه هو شخص بيناسب بنتها وشايفته انه ممكن يسعد بنتها. هاي ابرز الشغلات اللي حكيتهم بالمقابلة الفنانة اصالة نصري السورية. هيك بنكون خلصنا من الخبر الاول، منروح على الخبر الثاني واللي هو مع الأسف عن اليوتيوبرز السوريين. بغض النظر عن اليوتيوبرز موجودين بالقصة الغير سوريين، ولكن نحن حكينا راح يكون عن السوريين، ومنسب مع اليوتيوبر الموجودين بالقصة. عدوا على ايديكم معي: محمد جواني، بيسان اسماعيل، مايا جمال، طارق الباشا، وصاحب قناة مملكة القصص فهد، ولا ننسى أنس الشايب. هذول يا جماعة الخير اليوتيوبرز الستة حاليا عاملين ضجة على اليوتيوب، ودراما وقصص ومقالب، وهذا بيغدر بهاد وهي تغدر بهاد، ونزيل حكي ومسبات على بعض وشغلات ما بيحمل أمر. اليوتيوبر طارق الباشا وصاحب قناة مملكة القصص بيتعاملوا مع محمد جواني وبيحبوه، فراحوا عملوا مقلب دسوا طارق الباشا مع بيسان اسماعيل ورفقاته، وبنفس الوقت بيسان اسماعيل دست مايا جمال لعند محمد جواني وصاحب قناة مملكة القصص لحتى تاخذ عنه المعلومات ويتجسسوا على بعض. ولكن هون كان محمد جواني وجماعته أذكى من بيسان وجماعته، وقدروا يكشفوهم وهن قدروا يتجسسوا عليهم. طارق الباشا نجح بانه يوصل لبيسان وام بيسان وانس الشايب ويتواصل معهم وياخذ منهم حكي، بينما مايا جمال فشلت انه توصل لمحمد جواني او لصاحب قناه مملكه القصص فهد، ما قدرت تاخذ منهم ولا اي معلومه، وبالعكس وقعت بفخ طارق باشا، وطارق باشا اخذ منهم كل الحكي وكل نواياهم، وعرف شو ناويين يعملوا لجواني ولا لفهد. هون بتعرفوا انتشروا هالقصص كلهم مع تسجيل المكالمات وصور محادثات وتفشيت اسرار مو طبيعية يا جماعة الخير. تخيلوا حتى ام بيسان طلعت عم تسب ام جواني وتقول له انه ام جواني هي اللي بتصاحب مو انا، وصلت معه لهون يا جماعة الخير. حتى وصلت معه تقول له اعطيني معلومات اللي بدي اياها عن جواني لحتى اعطيك مسرات او لحتى انشر لك قناتك عند بنتي بيسان، يعني لحتى يكبروا المشكلة ويعملوا مشكلة اكبر او يمسكوا ممسك على جواني، حتى كان ممكن تزوجوا بيسان الله وكيلكم. وجواني نفس القصة، لحتى يكشف معلومات عن بيسان وامه ونواياه بيعمل كل شيء وبيعمل المستحيل، بيرافق هاد وبيصاحب هاد وبيدعم هذا باليوتيوب وبيدعم هذا بالانستغرام. ولك يا جماعه الخير اللي بيقهرك اكثر من هيك، شو هالمتابعين اللي عم يتابعوا هالسخافه والتفاهه والسفاهه اللي عم تصير؟ قصص بايخه ومعته وحتى فيها انحلال اخلاقي عم يتابعوها ويصلوا مشاهداتها للملايين. ليش ليش؟ ناس تافهين، محتواهم تافه جدا يا جماعه. والله كل شخص فينا بيقدر يجيب بنت مزلطه ويطالعها معه وينشهر باليوتيوب. ايش يعني؟ خلص جيب بنت من الشارع اتفق معها تفتح قناة يوتيوب وعملوا تحديين ثلاثة وصلى الله وبارك انشهرت انت في اليوتيوب. بس مثل ما حكيت بفيديو ماضي، في فرق بين انك تنشهر ببيع شرفك واخلاقك، وفي فرق بين انك تنشهر بتعبك ومجهودك. حبيت احكي لكم عن قصة جواني وبيسان والشلة اللي حواليهم لحتى نعتبر منهم فقط. انحطاط اخلاقي وسقاطة وسفالة وتفاهة وسفاهة، وحتى افعال وكلمات بتنحكى على اليوتيوب ما ممكن تنوصف. لك انتوا في ناس كتير بيتابعوكم استحوا على حالكم، خلص عم تقدموا شيء تافه والناس عم تشوفوا على عيني
وراسي كملوا فيه على الاقليه، يعني حتى ما عم نطلب منكم توقفوا تفاهه، بس وقفوا مشاكل يا جماعه. الناس بدمن المشاكل، الله اكبر عليهم. خلاص انت عندك الرقم حلو على اليوتيوب، كمل بالشي اللي انت فيه وحاول تطور من نفسك وتعمل شيء تعليمي، شيء يفيد الناس، يفيد المسلمين، يفيد هالناس اللي عم يتابعوك الاطفال، تربيهم على خلق حسنه. لك خيو لا تربيهم على خلق حسنه، خليك بحالك وبمحتواك حاج مشاكل. القصه بعد ما تنتهي وتطفى لاسبوع او اسبوعين بيرجع بيجي حدا من شله هاد او هاد وبيشعلوا القصه وبترجع القصه من اول وجديد، ما عاد حدا عارف حل هالقصه. مع الاسف هذا هو حال اليوتيوبر عنا. لهيك طلع هاشتاج لا تجعلوا من الحمقى مشاهير، بس مع الاسف الجيل اللي طالع رح يكون احمق اكثر من المشاهير نفسه، ما عم يعرفوا شو عم يتابعوا وليش عم يتابعوا، وحتى التوعيه من الاهل غايبه مع الاسف يعني. والله يهدي بال الجميع. فهذا كل شيء كان عندي لليوم يا جماعه الخير، بتمنى اكون كفيت ووفيت بالشرح، بتمنى يكون عجبكم الفيديو. وهلا اكيد رح يجي ناس ويقولوا انت عم تذكر جواني وفلان وعلان لحتى تجيب مشاهدات من على ظهرهم. يا صديقي هدف اليوتيوب انك تجمع مشاهدات، ولكن بشيء انت عم تتعب عليه، مو طالع بنت جنبك تترقص معه او تعمل معه تحدي وتجيب مشاهدات. هذاك الوقت بكون جبت مشاهدات على ظهر الشرف، انا بعت شرفي وجبت مشاهدات، ولكن الله لا يجعلني من هيك ناس. انا بدخل على النت شوفي اخبار عالميه عامله ضجه على السوشيال ميديا، بجيبه وبحكي عنها اخبار وتفاصيل، لا بحكي عن هاد ولا بحكي عن هاد، بحكي رايي فقط وبترك للناس حريه التعبير عن رايهم بالتعليقات، وهن احرار طبعا. اكيد انا ما فيني افرض تفكيري على الجميع ابدا، كل واحد له تفكير خاص فيه. رب العالمين خلق لكل انسان عقل يفكر فيه، وخلق لكل الانسان رأي خاص فيه. انا بمجرد اني احكي القصة وتفاصيلها واعطي رأيي، واغلب الاحيان بخلي رأيي يكون بميل للمنطق، مو يميل للعاطفة عندي، لا بميل للمنطق. المنطق يا جماعة الخير انه هيك مشاكل ما في منها اي فائدة. انت عندك قناة على اليوتيوب وارقامها منيحة، فيك تكمل فيها بالمحتوى اللي انت بتحبه، حتى لو الناس انتقدتك، حتى لو انا انتقدتك برأيي، هذا ما بيعني انك تسكر قناتك، كمل فيه، ولكن حاول تتطور وتعمل شيء مفيد. فهذا كل شيء عندي اليوم، ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. مشكورين على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.